الايجابي، احب دايما ابتدي بالحاجات الايجابيه. قلوبنا طبعا مع منتخب مصر لكره اليد اللي بيخوض حاليا المباراه النهائيه، المواجهه النهائيه في دوره العاب البحر المتوسط، في مواجهه طبعا اسبانيا، والمنتخب الوطني في اللحظه دي متقدم بنتيجه 14-10. واحب الحقيقه ابتدي الحلقه النهارده بالاحساس، الاحساس اللي بحسه دايما قبل اي مواجهه مع اي فريق في الدنيا، مع اي فريق في الدنيا في كره اليد. الإحساس ده اللي بتمنى الحقيقة إن يوصل لنا في رياضات تانية ومش أقل من كرة القدم، يعني ما دام عندنا تجربة ناجحة ليه ما بنقدرش نكررها؟ ما دام المصريين يقدروا في ظل نفس الإمكانيات بالمناسبة، يعني ما أعتقدش إن الإمكانيات اللي موجودة على مستوى الأندية ولا على مستوى المنتخبات في كرة اليد أعلى بكتير من كرة القدم، بالعكس لو جيت تقيس حجم الإنفاق وحجم الاقتصاد المرتبط بكرة القدم وقارنته بكرة اليد أكيد طبعا على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات كرة القدم تتفوق بفوارق شاسعة، لكن الفارق الأساسي الحقيقة اللي عمل النقلة دي في كرة اليد هي الرؤية والتخطيط. وانت بتلعب أي مباراة حتى لو كانت نهائي وحتى لو كنت بتواجه بطل أوروبا أو بتواجه فريق كان بطل عالم، دايما بتبتدي المباراة وانت عندك إحساس كمشجع للمنتخب إنه احنا نقدر. بس هي دي القصة، انك انت تدخل المباراه وانت حاسس ان ولادك ان منتخبك قادر يحقق الفوز والمكسب. وده اللي انا النهارده ابتديت بيه المباراه الحقيقه، وانا والزملاء قاعدين قبل ما ابدا حلقه السادسه بنتابع بدايه مباراه مصر واسبانيا وبنتكلم على الفرقتين وانه منتخبنا عنده كتير من منتخب الشباب اللي حقق لقب بطل العالم، اسبانيا هي بطله اوروبا، ومع ذلك انت داخل المباراه دي وانت حاسس ان منتخبك قادر يحسم المواجهه لصالحه وقادر يحقق الميداليه الذهبيه. طب ليه ده ما بيحصلش في كرة القدم ومش على مستوى العالم؟ خلينا نبتدي على مستوى افريقيا الاول. ليه ما خدناش خطوات من زمان الحقيقه؟ وخد بالك انه النجاح اللي مبني او اللي واصلين ليه في كرة اليد مبني بشكل كبير جدا بالاهتمام بالقواعد، بالاهتمام بالناشئين، منتخبات صغيره اللي خدت خبرات وخدت احتكاك وعندهم مسابقات اهلتهم ان هم يحققوا لقب بطوله عالم، وبالتالي كل ده بينعكس في النهايه على المنتخب الاول. تعالى بقى كلمني على ده في كرة القدم. مفيش. على كل الأحوال نتمنى في البداية كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة، ويسعدنا الحقيقة بتحقيق ميدالية ذهبية تضاف لرصيد مصر. مش هتفرق معانا في الترتيب، لكن معنويا وجود رجالتنا على منصة التتويج وتحقيق ميدالية ذهبية في واحدة من الرياضات الجماعية أعتقد يسعد كل المصريين. نيجي بقى